السلام عليكم. وقف وزير السياحة والصناعة التقليدية بولاية تيزي وزو عن مدى تقدم الإشغال بفندق تامغوت والذي يقع ببلدية ياكوران دائرة عزازقة، واللي نشوف أن الفندق هذا الرائع يعني الإشغال تقرب للانتهاء نتاعها، وأكيد هذا المنشآت ستساهم في تطوير القدرات الفندقية نتاع الولاية، ولما لا في تدعيم الترشح نتاع الجزائر لاحتضان كأس إفريقيا في المواعيد القادمة إن شاء الله، إذا ما تم تأهيله ليكون فندق ذات 5 نجوم إن شاء الله. وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.